قراءة في أبرز عناوين الصحف المغربية لعدد نهاية الأسبوع السبت الأحد 12 و 13 أكتوبر. أهلا بكم. نستهل قراءتنا في أهم عناوين الصحف المغربية بجريدة الأحداث المغربية التي عنونت في خطاب افتتاح السنة التشريعية الجديدة: جلالة الملك يوجه نقدا صريحا لأداء البرلمان والمجالس المحلية والدبلوماسية الموازية. ونقرأ بخصوص ذلك: بعد الخطاب الذي خصصه جلالة الملك في ذكرى ثورة الملك والشعب لنقد الأداء الحكومي في ملف دقيق هو التعليم، جاء الدور في خطاب أمس الجمعة على انتقاد أداء البرلمان والمؤسسات المحلية المنتخبة. ففي خطاب صريح وواضح بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، وجه الملك انتقادات واضحة لوظيفة التمثيل البرلماني التي قال جلالته إنها ليست ريعاً سياسياً. تفاصيل أوفر عن الخطاب الملكي تقرؤونها في الأحداث المغربية. نتحول إلى جريدة المساء التي أوردت خبر غليان داخل العدالة والتنمية، ونقرأ: مباشرة بعد الإعلان عن تعيين الحكومة الجديدة، تبلور تيار واسع من الغاضبين داخل حزب العدالة والتنمية على خلفية تقديم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران تنازلات لصلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار والتكنوقراط. وقال عبد العزيز أفتاتي الذي قاطع اجتماع الفريق البرلماني لحزبه عشية تعيين النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بن كيران: إن الحكومة الجديدة لا تسيء فقط إلى حزبنا، بل تسيء إلى البلد وتسيء إلى الإصلاح وتسيء كذلك إلى الاستثناء المغربي. تفاصيل أكثر عن هذا الخبر وأخبار أخرى تجدونها في جريدة المساء. 7 أيام لتفصيل قانون المالية على 39 وزيراً، هكذا عنونت جريدة الاتحاد الاشتراكي. ونقرأ في مقال خصص للموضوع: قال مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد والمالية إن أول امتحان يواجه حكومة بن كيران في نسختها الثانية هو الحسم في الميزانيات القطاعية التي ستشكل عرقلة حقيقية لمشروع القانون المالي المفترض أن يوضع في البرلمان قبل 20 من الشهر الجاري حسب ما ينص عليه القانون التنظيمي للمالية، تكتب الاتحاد الاشتراكي. نختم من جريدة الأخبار التي تعنون: توقيف عصابة من عائلة واحدة تسرق المحلات التجارية بتيزنيت. ونقرأ في خبر بخصوص ذلك: أوقفت عناصر الشرطة القضائية بتيزنيت مساء أول أمس الخميس عائلة من أسفي مكونة من أب وأم وابنتهما في حالة تلبس بعملية نصب على إحدى محلات تزيين العرائس بالمدينة، وكذا محل تجاري لبيع التجهيزات المنزلية. هذا وقد علمت الجريدة من مصادر موثوقة أن العائلة كانت تنفذ أفعال النصب والاحتيال على متن سيارة من نوع بيرلانكو واضعة شارة المرور تابعة لإحدى المؤسسات العمومية. تفاصيل أوفر عن هذا الخبر وأخبار أخرى تقرؤونها في جريدة الأخبار. بهذا نكون قد أنهينا جولتنا الصحفية لعدد نهاية الأسبوع السبت الأحد 12 و 13 أكتوبر. دمتم في